أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الوطني رواد الأعمال. وكما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف نخبة من رجال الأعمال المتميزة، ومن زاوية رجال الأعمال أكثر تميزا اخترنا لكم اليوم المهندس أحمد صبرة. مهندس، أهلا وسهلا فيك معنا هلا اليوم فيك. بالبرنامج، نورتنا ونورت شاشتنا المتواضعة. حابين نتعرف عليك ونعرف السادة الكرام عن شخصك الكريم. الله يخليك ليس، أول شيء أهلا وسهلا بكم. أنا مهندس أحمد صبرا، مهندس معماري، خريج جامعة الأمريكية ببيروت. جيت على الإمارات من 2005 وما زلت، صرنا 18 سنة تقريبا ما شاء الله. موجودين بهذا البلد الكريم. جيت كمهندس متخرج واشتغلت بشركة عملاقة، شركة الحبتور الانجينيرينج، واستلمت مشاريع ضخمة، منها مشروع المطار لمشروع الكيمبينسكي هوتيل البالم لدبي بوليس أكاديمي لعدة مشاريع ضخمة. ومن ثم انتقلت واستلمت المشاريع الخاصة للمهندس الدكتور رياض الصادق اللي هو تشيرمان لشركة الحبتور انجينيرينج، وبعدين انتقلت معه للمجموعة الخاصة تبعيته واللي هي بتضم عدة شركات، منها شركات هندسية، شركات مقاولات، وشركات للفنادق وللاستثمارات الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى شركة للمعادن ومنجم للحديد وعدة شركات أخرى، منها كمان شركة للإنشاءات والكونستراكشن ماشينري سنتر، وهي من الشركات الضخمة، وما زلنا ما شاء كاملين. الله، طبعا مسيرة حافلة بالنجاحات والتميز. خبرنا أكثر عن سبب اختيارك لمدينة دبي ودولة الإمارات العربية بشكل عام. شوف، هو ما في شك انه هي اختيار من الطرفين، من القدر ومني. بس شاب مهندس متخرج عنده نظرة واسعة تفوق ساحة البلد اللي هو موجود فيه اللي هي لبنان، وصار في ظروف بلبنان مثل ما بتعرف، وصار في اختيار الرئيس الحريري، انتقلت مباشرة دبي، لأنه دبي كانت التارجت الأساس لأي مهندس. طبعا تعرف دبي كانت هي مصدر بيجذب كل المهندسين أكيد، وفرص هائلة، والحمد لله كان اختياري موفق وكان اختياري بمحله، لأنه ما في شك أنه أنا راسم مستقبلي من صغري، عارف أنا وين بدي أكون وبأي اتجاه بدي أكون. فلما انتقلت على دبي لقيت الأرض الخصبة اللي بقدر أنا أعمل كل أهدافي كمهندس وكشخص بده يعيش موجود بدبي، مؤمن كل الفاسيليتيز له، وحياة مثل ما شايف حياة مرفهة. بالفعل وكبت أنا دولة الإمارات وخاصة دبي بالإنشاءات وببدايتها اللي هي كانت عم تطلع بطريقة كتير سريعة، وعملت بتعرف دبي عملت قاعدة استثمارية ضخمة. طبعا ما أجت هيك من لا شيء، أكيد أجت من توجه حكام الإمارات ودولة الإمارات، وبتعرف نحن بدبي في طابع خاص للاستثمار، جذبت كل الاستثمارات الخارجية لدبي، وبنفس الوقت كمهندسين نحن أعطتنا الخبرة الشاسعة والواسعة لتكون أنت على مهندس، لتكون مهندس على ليفل محدد مع ستاندرد عالي جدا. أكيد فهيدي أنت ما فيك تلاقيها وين ما كان، لأنه في سرعة ممكن أنت تأمن خبرة، بس الخبرة بدها وقت وقت. طويل. هذا الوقت الطويل اختصرته دبي ودولة الإمارات، خسرته بوقت كتير قصير، وقدرنا نشوف المستقبل اللي كنا نحلم فيه بفترة كتير قصيرة. لو بدنا نشوفها بلاد تاني يمكن تاخد العمر كله، ما قدرنا نحصل يمكن 10% من اللي حصلناهم. صحيح،
بالفعل هي دبي اللي حط الثقة في دبي من بداياتها. حضرتك حكينا قبل اللقاء بنقطة مهمة، واللي هي دبي كانت انه لا، في لسه في عندك الريسك، لا ما صحيح بدي اروح على دبي الخليج، لا ما بدي اروح على الامارات، اطلع مثلا خارج على اوروبا على البلاد الغربية. لكن اللي حط الثقة في دبي في بداياته فعلا لاقى النجاح والتطور. طبعا اتمنى لك دائم النجاح والتطور. مهندس أحمد صبرة، خبرنا أكثر عن الخدمات اللي بتقدمها الشركات اللي تحت إيدكم. هلا مثل ما قلت لك نحن الشركات هي شركات تابعة للمجموعة اللي هي مجموعة استثمارية. عندنا الشركات المقاولات اللي هي الكتروميكانيكال اللي عندنا شركة سبيكون، وعندنا طبعا كانت تخضع المجموعة كمان تحت شركة اسمها البي اي سي سي، وبعدين هلا صارت شركة خاصة. وبعدين في عنا شركات يلي بتعود للمعدات الإنشائية الخاصة، كمان هذه شركات عندها وكالات حصرية لها عالميا. وعنا كمان قطاع خاص يلي هي شركات الشركة يلي بتحضن الفنادق. ومثل ما بتعرف نحن we design and we build and we operate and we manage our hotels. Yeah, from A to Z. يعني from A to Z. Exactly. يعني أنا بصمم بنفذ وبعدين بنعمل ال operation، بنشغل الأوتيلات تحت أسامي خاصة لبراندات عالمية. وهيدي المتعة فيها هيدي الشغلة الفندقة يلي هي تلاقي كل هالمجموعة هيدي أنت عم تصمم وتنفذ وتدير. بالضبط. هيدي يعني قرار تلاقيها بمطرح واحد، هي موجودة بالمجموعة هيدي. أنا هون بدي أضيف عليها شغلة، بدي أشبهها بإنه الواحد عم بيربي ابنه الصغير. صحيح. يعني بتعب عليه صحيح لحد ما يصير كبير ويقف على رجليه وتنطلق ويأسس حاله وبشوف نجاحه. صحيح. بالفعل. طبعا سوق دولة الإمارات العربية المتحدة والمنافسة الشديدة في دولة الإمارات حتمت على جميع المستثمرين ورجال الأعمال التميز. صحيح. حابين نعرف شو المميز عندكم، شو المميز عند المهندس أحمد صبرة؟ خليني أحكيك التميز للدولة ككل وبعدين بنطلق من التميز لشو اسمه. بتعرف دولة الإمارات هي لحالها تحدي، يعني هي مش بمطرح عم تتحدى العالم، هي بحد ذاتها هي تحدي كبير. وجدت تميزها من وراء تحدي تبعها، ومثل ما شفت بكل القطاعات دولة الإمارات عطت تميز خاص على صعيد العالم، وطبعا عطت الحيثية الخاصة بالتميز. يعني إذا أنت بدك تروح وتقلد دولة الإمارات صعب. ودبي صعب. صعب صعب، لأنه يلي تأمن واللي يلي يلي والاتجاه اللي راح فيها الحكام دولة الإمارات هو اتجاه مميز بحد ذاته. أكيد. فعلى صعيد البلد فيها تميز، على الصعيد الشركي فيها تميز يلي هو بتعود على خلق فرص وواحات للاستثمار خاصة متميزة بالمناطق الداخلية لدولة الإمارات مع الإضافة لاستثمارات خارجية. بس نحن توجهنا هو ليه متميز؟ نختار نحن المشاريع المتميزة الخاصة يلي بتعود بتميزها بشكل عام، تميز ساطع ما بتخلي أنت بمطرح ما تحس أنه أنت شبيه لشيء تاني. أكيد. بس ما في شك الهيومن ريسورسز الموجوده بالشركه هي متميزه كمان، عندهم خبرات عالميه موجوده من كذا بلد ونوجد بهالمجموعه. فلتكون متميز بيكون عندك فريق متميز، وبدك يكون عندك عنصر متميز. اكيد. فنحن توجهنا متميز لانه كمان توجه التشيرمان تبع الشركه كمان متميز، اللي هو رايح باتجاه مختلف كليا عن التراديشنز اللي نحن تعودنا فيها لبناء شركات او لاستثمارات بتعود للشركات الخاصه. ما شاء الله عنكم، تميز للتميز عنوان. صحيح. ما في شك. حابين طبعا، حضرتك جيت على الامارات كمهندس مدني. نعم.
صحيح. مهندس معماري. مهندس طبعا معماري. عندي انا كمان شهاده بالهندسه المدنيه ما شاء الله بس هيدي بحطها تحت خدمه الهندسه المعماريه. ايوه. فكمهندس جديد حاليا في سوق دوله الامارات صحيح. نحكي احنا على المهندسين الجداد والشباب صحيح. الجداد اللي حابين انهم يبتدوا المسيره في دوله نعم. الامارات في دبي بالتحديد، بدنا نصيحه من خبراتك في دولة شوف الإمارات في المجال العمل. النصيحة ما فيها تكون باتجاه واحد يعني خلينا نقول بس في العمود الفقري لأي نجاح أكيد. هو الإصرار على النجاح والتميز. ممكن تكون أنت ناجح بس غير متميز، ممكن تكون متميز بس غير ناجح صحيح. فلأنت تكون جامع هاتنين بده يكون هون مأمنين ليقدر يعطوك أنت نجاح مبهر. فالإصرار للنجاح هو نجاح دائما بقوله. اختيارك لاقتباس كل المعلومات العالمية والخبرات العالمية والمان باور المتميزة هي بتخليك بمطرح تلقائيا واوتوماتيكلي تكون انت متميز. اكيد. مهندس احمد، طبعا في نهاية الحلقة وفي نهاية اللقاء لازم نعرف الهدف مشان نقدر حتى كقناة اي بي سي العربية كطاقم عمل كمشاهدين انه نعرف شو هدفك بعد كل هالنجاح والتميز. طبعا ما شاء الله عنك وعن شوف انا هدفي الشخصي هو هدف كأي مهندس معماري الوصول للعالمية بمشاريع متميزة. ما في شك على الصعيد العام دائما انا بدي يكون مثل اكزامبل للشباب الجديد أكيد. يلي طالع بنظرة متفائلية، لأنه أنا إذا كان نجاحي أخذ هالحيز هذا من وراء التفاؤل، البوزيتيفيتي عالي وما في شك أنه أي شخص أي مهندس أو أي شاب بحب يتميز بمطرح ما يجي على دولة الإمارات أكيد. يلي هي دولة الفرص ودولة التحديات ودولة النجاحات المبهرة. أكيد. حابين طبعا بما أنه حكينا عن دولة الإمارات وأنه إحنا سكان دولة الإمارات العربية المتحدة ما ننسى نذكر موضوع ونعمة الأمن والأمان طبعا في دولة هيدي الإمارات أساس مثل ما بتعرف الاستثمارات ما فيها تخلق بأي حضن إذا ما كان في أمن وأمان أكيد. فهو هذا عامل أساسي الحمد لله بدولة مثل دولة الإمارات اتأمن هالشي هذا والأمن والأمان موجود بكل مطرح بالإمارات وما في شك الاتجاه اللي راح فيه الإمارات واتجاه حكام الإمارات ما عم بتخلي الواحد يكون إلا بمطرح متفائل طبعا. وأي مستثمر بتعطيه الاندفاع التام ليكون بدولة مثل هالدولة بتعطيه النجاح المحتم اللي انت بتاخده اول ما بتفكر انك تنطلق باي بزنس او باي عمل انت حابب تستثمر فيه. طبعا طبعا. حابين نتشكرك على ظهورك معنا اليوم في البرنامج، نورتنا ونورت. انا بدي اتشكركم اللطيفه الله يخليك ونتشكر الجميع ونتشكر اهم شيء دوله الامارات وحكام دوله الامارات ودوله الامارات اللي هي عطت التميز لاي شخص وجد ومثل ما هلا عم نعمل نحن مقابله للمتميزين. بدي أقول أنه شكراً لدولة الإمارات وشكراً لحكام دولة الإمارات اللي أعطتنا النهج الخاص والمتميز بالعالم ككل. أكيد طبعاً. حتى من طاقم عمل ومن قناة ABC نحب نوجه رسالة شكر لجميع شهود دولة الإمارات والقائمين على جميع الدوائر الحكومية. شكراً مرة أخرى مهندس أحمد صبرة. إلى هنا أعزائي المشاهدين ننهي حلقتنا الأسبوعية مع ضيفنا المميز مهندس أحمد صبرة. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC العربية. دمتم بخير وفي أمان الله.